السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، والأحوال ديالكم بخير. تلفت لي الهضرة، صافي لونتون صراحة ما درتش فيديوهات في القاس مع الوليدات ديتو. غادي تعذروني باسكو مدرسة جديدة، يعني الأولويات تبدلوا. دونك في الخاص بزاف منكم تيصيفطوا ليا على لي جان اللي تيجيو للمدرسه، مثلا هي كانت سونتر وغادي تولي رود او التعليم الاولي، سواء كانت هي ديجا مدرسه ديال التعليم الاولي وبغات تزيد الابتدائي، سواء يعني كانت غير محل اولا بنايه سكنيه بغات انها تولي مدرسه مثلا. دونك هذيك لا بروسيدور. واللي جان اللي تي دوزون اللي تيراقبوا هاد الحوايج هادو، دونك جوسكا بريزون دازو عندنا 4 ديال لي جان، كل لجنه وباش مختصه، كل لجنه واشنو تتراقب وشنو هي الحاجه اللي غادي تعطي لهذيك المدرسه اللي غادي تعاونها في الوريقات ديالها، باسكو بلا اوراق راه ما كاين والو. واحد الشويه ديال الجر، واحد الشويه ديال الوراق، هو صراحه الوريقات تيبينو لأي مدى انت متشبت بداك المشروع، باسكو شوف باسكو الا ما كنتيش فريمون فريمون عندك واحد النفس طويل ما غاديش تصبر، لان كل ورقه باش تجيبها خصك ورق باش تجيب ديك الورقه، وكتجمع ديك الورقه مع ورقات اخرين باش كتعطيك ورقه وانت وحده غادي مع دوك الورقات. دونك بالنسبه لينا اول لجنه جات باش تعطينا الشهاده الاداريه، شهادة إدارية من مورا سفيرة سالينا الأشغال، من مورا سفيرة جهزنا للمدرسة، يعني صافي غيدخلوا ليها الدراري. دونك قبل ما تيدخلوا ليها الدراري تيخص بالوراق بدوك الوريقات، خاصة ورقة إدارية. هذيك ورقة إدارية فيها لجنة، فيها السلطات، فيها القيد، بالنسبة لنا حنا البلاصة اللي كاينين فيها في تيليلا كاينة القيدة، كاين الناس ديال الوقايه المدنيه، كاين الناس ديال الصحه، كاين الناس ديال النيابه اللي كيشوفوا على حسب، يعني كيشوفوا بحال قلتي التعليم الاولي واش البنايه مجهزه انها تستقطب الاطفال الصغار ديال التعليم الاولي، الناس ديال النيابه كما قلت لكم، دونك الناس ديال الصحه، النيابه، الوقايه المدنيه، السلطات، هذه يعني القيده، قيد القيدة، شكون مازال فوالا، وكل واحد كيشوف التخصص ديالو. دونك تيدخلوا تيشوفوا لونطري ديال الدراري واش مفصل على لونطري ديال مثلا ديال الاباء ولا ديال الوليدات الكبارين، تيشوفوا كل واحد كيشوف التخصص ديالو. بحال مثلا الناس ديال الوقايه المدنيه فاش جاو شنو شافوا، شافوا دوك الطفايات واش كاينين، ليكستانتور، لي ديتيكتور، شافوا دوك لي ريا هما دوك التيو ديال الماء، واش خدامين واش عامرين، شافوا ديك شافوا ناس ديال الصحه، شافوا البلاصه اللي فيها داك سميتها هذاك قاعه التمريض، شافوا التهويئه، شافوا واش راجم زعما كاين تيدخل منهم الهواء، واش اون سولي واش ايغي، شافوا الناس ديال القبيله، شافوا دوك لي زيسكالي دو سكور، كما قلت لكم شافوا كل واحد شاف التخصص ديالو، سي بون تيخرجوا من عندك وتيدير واحد الاجتماع واش نعطيوها شهاده اداريه ولا كاينين اولا كاينين شي ملاحظات خص تتقدهم عاد ديك الساعه تعطيهم نعطيوها شهاده اداريه. بالنسبه لينا حنا الحمد لله عطونا شهاده اداريه، يعني بلا حتى شي ما عاودوش رجعوا من عندنا. الحمد لله مجتهده. دونك هذيك شهاده اداريه زدتها مع الوريقات الاخرين باش دفعتهم للاكاديمي، باش دفعتهم، لا ماشي مازال ما وصلش للاكاديمي، خصاتني شهاده المطابقه. شهاده المطابقه تجي واحد اللجنه تتشوف داكشي اللي في البلان اللي عطى لك المهندس واش هو نيت اللي كاين، يعني ما درتيش شي حاجه اللي غير قانونيه، ما بنيتيش شي حاجه ما كايناش في البلان، شي عبار، الدخله ديال الدروج، الفتحه ديال الباب، لي تواليت، مهم يعني هادشي خداوه بعين الاعتبار وشافوا البلان وشافوا الواقع باش عطاو لك شهاده المطابقه. دونك هذه اللجنه، هذه اللجنه الثانيه كتجي من مورا اللجنه ديال الاداريه،
هاد الشهاده الاداريه مع ديك شهاده المطابقه كنعاودو نصيفطوهم مع ورقات وحدين اخرين. اللجنه اللي تيكونوا فيها الناس ديال الاكاديم باش تعطيو لك الطاقه الاستيعابيه وتيشوفوا ليسباس بلاصه 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 باش كيعطيو لك الرخصه ديال فتح مؤسسه. حتى هاد اللجنه تيكونوا فيها 3 ولا 4 الناس من النيابه من الاكاديم، يعني الناس ديال التربيه والتعليم، تيجيو تيشوفوا معاك بلاصه بلاصه بلاصه، واش عندك قاعه تنشيط، واش عندك قاعه الاساتذه، واش عندك قاعه الارشيف، واش عندك قاعه التمريض، واش عندك مكتبه، واش عندك قاعه الراحه، فين هو البيرو، فين هو لا ريسبسيون، فين هي الساحه. وتيعبروا عندهم واحد ماشين تيعبروا بها يعني المساحه باش كيعطيو لك هاد المدرسه هادي شحال تقدر تستقطب في الاولي، شحال تقدر تستقطب في الابتدائي، تعطيو لك الماكسيموم. وداك الماكسيموم النهار كتفوتو تيعرفوه هما بالطرق ديالهم اللي هو مثلا مسار ديكلاراسيون ديال الوليدات، اولا ملي كتجي عندك لجنه المراقبه ولجنه واحده اخرى ما عندكش الحق انك تفوت الطاقه الاستيعابيه. دونك هاد اللجنه فاش مشات دونك عطاتني الحمد لله هذا، يعني ما عاودوش رجعوا، يعني ما كاينينش شي ملاحظات اللي خاصنا نخدموا عليهم الحمد لله. من مور هذه اللجنه الثالثه دونك خدمنا واحد الفتره، استقطبنا الوليدات، سجلناهم، طلبنا الملفات ديالهم مع الاباء، دونك دينا الخدمه ديالنا ديال القرايه. واللجنه الاخرى اللي تتجي اللي هي اللجنه ديال التاطير ومراقبه مؤسسه التعليم المدرسي الخصوصي. هذه اللجنه هذه كتجي تتشوف كل ما هو يعني واش انت خدام مدرسه خصوصيه ولا غير كتضحك على عباد الله. دونك هذه اللجنه هي اخر لجنه دزت عندي، يعني تقريبا ما كملش اسبوع باش جاو عندي. انا هي اخر مدرسه دزت عندها. دونك فاش تجي كل واحد شنو تيطلب لك، مثلا واحد هو اللي تيعمر واحد الفورمولير، مثلا شحال الطاقه الاستيعابيه، شحال المساحه ديال الساحه، شحال من قاعه كاينه، شحال من مرحله ديال الدراري، شحال من مرحله ديال البنات، قاعه الارشيف واش كاينه، قاعه ديال التمريض واش كاينه، المدير التربوي هذا ديال الخبره اللي عنده، مثلا التكوين اللي كان ديجا خدا، يعني هو تيعمر الفورمولا. واحد هو اللي مسؤول على التعليم الخصوصي. كنجيو لواحد يعني الاطار الاخر اللي هو مكلف بكل ما هو تربوي، مقررات، تيقول لك راه نشوف المقررات اللي خدامين بها واش صادقوا يعني واش بين هذوك الكتبه اللي مصدق عليه، كما كتقري بشي كتاب اللي ماشي مصدق عليه، راه نشوف استعمالات الزمن، نشوف الحصص، راه نشوف ياكما داك الجدول الزمني مثلا العربيه فيها سوايع قلالين ومثلا الرياضيات فيها سوايع كثار والعكس، نشوف التوزيع اللي درتو في استعمال الزمن واش مصادق عليه، اريلي نشوف باش مصادق عليه. دونك كل ما هو يعني تربوي. واحد الاطار الاخر هو كل ما هو عنده علاقه بلا سي ان اس اس، كل ما عنده علاقه ب يعني بالملفات ديال الوليدات، بلاسيورونس ديالهم، بالوثائق ديال المدرسين، مدرس معلم واحد بواحد كيشوف واش الملف ديالو كامل بالكونترا، بالالتزام، بشهاده طبيه، بعقد الازدياد، شهاده حسن السير والسلوك الى اخره، يعني ملف بملف. وانا نشوف لا ديكلاراسيون، انا نشوف لي بوردوغو، كل ما هو عنده علاقه بهاد لو كوتي ديال الاساتذه والتلاميذ والملفات ديالهم الى اخره. واحد الاطار الاخر مكلف بهادو مثلا الشهاده ديال دوك ليكستامبتور، واش ديجا عندكم شهاده ديال بحال قلتي شهاده ديال كيعطيو لك واحد الشهاده، واحد اتيستاسيون على حساب هذوك، يعني بانهم فريمون راه عامرين في الوقت، راه ماشي زعما كنت لعبنا بهم ماشي. وتيشوف السجلات، تيشوف شنو مازال مسار، تيشوف مسار، تيشوف العدد اللي مسجل، واش هو العدد اللي كاين في المؤسسه. مهم كل واحد تيجبد منك واحد الحاجه، واول حاجه كيطلبوها منك هما الرخص،
تيشوف واش ديجا افيشي و تيقول لك انا نشوف في الرخص من بعد سمعت تجمعهم دونك تيجلسوا عندك واحد 3 4 ديال السوايع تقريبا حتى كيشوفوا الامور كلها في الوثائق ملي تيسيت تيقول لك انا دابا نشوف في الحقيقه انا دخلني لي كلاس انا نشوف المعلمات نشوف التوزيع نشوف الدراري فوالا 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 وكاين فيهم واحد كان كيشوف في الجانب ديال التقارير الانشطه المحاضر تهدير ما غفلتش عليها والحمد لله الامور دازت كلشي بخير وعلى خير وجيت فريمون تري كونطونت واحد ساتيسفاكسيون وشجعوني وقال لي زعما برافو راه شي حاجه اللي تتفرح باسكو شافوا بان داكشي اللي في الورق هو اللي كاين في الكونكري وحسوا بان راه الانسان تيدير شي حاجه وهو فاهمها والضمن ديالو صراحه ما نكذبش عليكم زعما كنت انا ديك الساعه التلميذه هما كانوا الاطار كانوا هما الاساتذه وفرحت بزاف بالملاحظات اللي عطاو ليا كاين شي ملاحظات ضروري غناخذهم بعين الاعتبار اللي فيهم بحال الرقم ديال الرخصه والتاريخ ديالها خص تكون في اي وثيقه رسميه ديال المدرسه اللي ما كنتش صراحه كنديرها كنت كنديرها في بعض الوثائق دابا غنولي نتابع ليها كاين بحال دوك بحال مثلا التامين قال لي فوالا بهالطريقه الشهاده ما خصنيش مثلا نعطي لهم لائحه خص تكون لائحه ديال التبصر هي اللي كنشوف ليها فيها ماشي حوايج اللي فريمون هكذا بساطين دونك فوالا هادشي اللي كاين هادو اللي جان جوسكا بريزون اللي داز عندي ونحاول نشوفكم في فيديو اخر نشرح لكم اكثر على الحوايج اللي التربويين اللي خصكم توجدوا اللي خص يكونوا عندكم اي ا تري بيانتو.